نحن لازم نكافي الممرضة السحر يا مكرم. والله قد ما عطيتها مصاري قليل على اللي عملته معي. تسلم لقلبي ريتا، قديشها منيحة. أنا حبيتها من جوات قلبي، دابت بقلبي مثل السكرة. إيه بي بدنا نجتمع بأبوها شلون؟ والله يا أبي، أبوها وأمها وإخواتها ماتوا من زمان. يا لطيف، شلون ماتوا؟ شلون؟ هذا يا أبي كان السحر هي وأهلها زايرين عن بيت جدة، ولما وصلوا راحت هي وعمتها على السوق. بس لما رجعوا لقوا حيط من حيطان البيت وعان على العيلة وما طلع منه المخبر. يا لطيف على هالقصة، شو حزينة. يا ساتر استور يا رب. وما عرفوا شلون وقع على الحيط عليهم؟ لا والله يا أمي، بس اللي بيعرفوه إنه المعمرجي كان غشاش. الله لا يوفقه ولا يبارك له إلهي. اللهم آمين. الله يكسر إيديه. يا خطيتي عليها، جاي خبرك إنه يومنا قرب. قصدك إنه بدك تبعت أهلك مشان يخطبوني؟ إيه، هلا رايح لعندهم وخبرهم بهي القصة. طيب وبركي ما قبلوا فيني؟ مستحيل. شنو أمي بتحبك كثير، وزادت محبتها لإلك بعد ما خلصتيها من مشكلتها، وأبي كمان. هي أنت قلتها بعد ما خلصتها من مشكلتها، بس لما الموضوع بده يتعلق بكنا لابنهم أكيد في شيء رح يتغير. أنت هيك مفكرة؟ إن شاء الله. أنا مستحيل أتجوز غيرك. وأنا كمان مستحيل فكر إني أتجوز حدا غيرك. وأنا ما بسمح بهذا الشيء. شو قصتك يا رجال؟ من يوم ما سمعت قصة أهلها لسحر وشلون ماتوا وأنت مالك على بعضك؟ لا عم تاكل ولا عم تشرب ولا عم تروح على شغلك، لك حتى ما عم تحكي مع حدا. شبك؟ شو صاير معك؟ أنا مسؤول عن موتة أهل السحر. شو؟ أنت شو عم تحكي؟ قبل ما أتجوزك كنت اشتغل عند واحد اسمه محجوب، كان يستلم بيوت قديمة يهدها ويرجع يعمرها، وكان يشتري أراضي وكمان يعمر عليها، كان يجيب مواد كثيرة قليلة. وكنت أقول له يا أبو محجوب هالمواد قليلة ما بتكفي والبناء رح يطلع ضعيف، ما كان يرد علي. وانا كنت مضطر اشتغل عنده لانه والدتي كانت مريضه بحاجه لدواء. الحيط اللي وقع على اهلها لسحر نحن عمرناها. يعني انا مجرم وقاتل مثلي مثل ام محجوب. يا ربي دخيلك. ولك شو هذا اللي سمعته؟ ولك انت قاتل؟ انا اخي مات بخطية الناس اللي انت قتلتها. ولك ليش؟ ليش ما شكيت للكراكون؟ ليش؟ هددني. ولك من شو هددك؟ هددني إذا اشتكيت عليه رح يتهمني إنه كنت عم بسرق المواد. عرفت شلون؟ رح كون أنا السبب بوقعة البيت، وكل اللي كانوا عم يشتغلوا معه رح يشهدوا ضدي. مشان هيك كان لازم تترك الشغل يا أبو جميل. ومين قال لك ما تركت الشغل؟ تركت الشغل بس بعد فوات الأوان. بس أنت هيك صرت شريك بجريمتهم. يا ابني الله يرضى عليك لا تقسى علي. وبعد ما توفوا اهلها ادريت انه في بنت لسه عايشه، رحت دورت عليها، قلت لحالي بتبناها وبصرف عليها
لحتى كفر عن ذنبي، بس ما رأيت. وأنا اللي كنت جاي لكم اخطبوا لي سحر، اخطبوا لي البنت اللي بحبها صار لي سنة ونص وناطر أمي تشفى لنروح نطلبها من عمتها. وما صار شيء يا ابني، هلأ منروح منطلب لك إياها. ولك يا أبي شلون بدي أتجوز وحدة؟ أبي قاتل أهلها. لك يا أبي الله يرضى عليك، لك أنا ما قتلت حدا. ما قتلت حدا إيه؟ بس أنت شريك بالجريمة، شريك بالدم. جميل جميل، مظبوط عم تحكي يا أبني. أنا لأني سكتت شريك بالجريمة. إي والله شريك بالجريمة. همي يا شباب، همي همي حبيباتي، همي شبكن، همي همي. لك شدوا، لك شبه الحق علي اللي خليتكم تفطروا قبل ما تشتغلوا. همي همي يا شباب، لك همي. انت هيك يا جميل عم تصلح الخطأ بخطأ أكبر منه. ليش بقى عمي إبراهيم؟ ما حدا يا جميل بيترك أبوه وأمه الكبار لحالهم بالبيت وبيجي لهون. ما فيني عمي إبراهيم، ما فيني طلع بوش أبي وشوفه القاتل اللي قتل أهل حبيبتي، المرة اللي بحبها واللي كان بدي أتجوزها. يا جميل أبوك ما له ذنب، أبو محجوب هو اللي كان عم يغش المواد وهو المسؤول عن قتلهم. بس كان بيعرف والساكت على الحق شيطان أخرس. لك لك فهمني يا جميل، أبو محجوب كان ماسك أبوك من خوانيقه. أبو محجوب نطفت ابن حرام، إذا اشتلع عليه بروحه دبلكة. وعسى ما يضل ساكت ويتسبب بقتل الناس. بس بيضل أبوك هاد وسحر وأهله والناس اللي خسرتهم دمهم برابة مين؟ طيب أنت صارحها بالحقيقة، بركي بتسامحه لأبوك. ما بقدر، ما بقدر عمي إبراهيم، ما بقدر. ما فيني، ما فيني حط عيني بعينها. يعني حلوة تضل قاعد هربان برات بيتك وبتارك أبوك وأمك لحالهم؟ يعني بفكرك بحل المشكلة هي؟ ما بيحلوها، ما بيحلوها. فكر، فكر بالموضوع. بدنا همة يا شباب، همة يا حبيبة، همة. جميل وين كنت؟ غلي قلبي عليك. ما بهم وين كنت، المهم القرار اللي انا اخذته. قرار شو؟ نحن ما فينا نتجوز، هي اخر مره بتشوفيني فيها. هذا الشيء احسن لي ولك. جميل شو عم تحكي انت؟ ليش بدك تتركني؟ ليش؟ شو قلت لك انا؟ ليش؟ جميل جميل، ما عاد بدك تتجوز سحر يا جميل؟ ولا عاد بدي أعيش معكم بهذا البيت. ليش يا ابني ليش؟ الله يرضى عليك. ما فيني أعيش مع قاتل وشوف وشه كل يوم. قلت لك اني انا مذنب، مذنب لاني سكتت، بس مو معناته شيء
انك تتهمني هالاتهامات الكبيره هي، واذا ما لك قادر تشوف خلتي. الله ييسر لك. الله معك. الله معك. الله تذكيني يا مو. جميل الله يرضى عليك، لا تتركني انا وابوك، ما لنا حدا غيرك من بعد رب العالمين، لا تتركنا. الله يوفقك. بعرف يا مو بعرف، بس انا كيف فيني اعيش مع ابي بعد الشيء اللي عمله وبعد الشيء اللي خلاني انا اعمله؟ رب العالمين خلق البني ادم خطاء، الزلمه غلط شو عليه يعني ما منسامحه؟ لك يا امي، هذا الزلمه قتل عيلة برقبته في دم. الله يرضى عليك يا ابني، ترجع مشان الله. بعدين فوق منها حرمني اني اتجوز البنت اللي بحبها. لا لا ما حرمك، انا رح اجوزك اياها لسحة، ما يكن لك فكر منوب، انا بروح بخطب لك اياها. ولك يا ابي كيف بدي طلع بعيونها بعد ما ابي قتل اهلها؟ خلص يا ابني خلص، الله يرضى عليك ترجع مشان الله. سحار جميل جميل جميل، اتركنا الله يعفن عليك. أبو جميل، أنت عليك شكوى أنك متسبب بقتل عيلة كاملة من 20 سنة، مزبوط هذا الحكي؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك. ايه الي ذنب اللي صار، بس مو انا القاتل الحقيقي. ايوه مو انت القاتل الحقيقي، لكن مين؟ انا كنت اشتغل عند واحد كان يناقص بالمواد، وكثير نبهته وقلت له هذا الشيء ما بصير وفي ضرر على الناس، ما كان يرد علي، وهذا اللي صار. والله يرحم اللي ماتوا، تركت الشغل ومشيت. بس انت بامكانك كان يا ابو جميل انك تروح تبلغ عنه للكركون انه هو اللي عم يقتل العالم كلياته، مظبوط؟ مظبوط، وهذا ذنبي وأنا بعترف فيه، بس كنت خايف منه لأنه واحد ابو الحرام، وكان البلوى كلها هي ضايع حطها براسي. وهذا الزلمة شو اسمه؟ أبو محجوب. وين ساكن؟ بالحارة اللي بعدنا. عبد السلام. أمرك سيدي. تعمل حالك بتروح بتجيبه وبتحطه بالكركون بسرعة. حاضر سيدي. وانت يا أبو جميل، شرف معنا الكركون. شرف معنا، تفضل 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 أبو جميل. شرف معنا أبو جميل. بعدي عنه. الميت ما بجوز عليه الا الرحمه. لا يا اخي لا، الله يسامحك، انا اختك، بتصدق انه انا يعني ما عم يهاجموني ويقتلوني؟ بتعرف ليش؟ لانه بدي جوزك. نعم ابي ابي، لا تصدق كل اللي قلنا له يا انا واختي، تركينا ننقي لابي احلى عروس بالشام، بس هي مصره انه تجيب لك نسوان ما معروف قرعت ابوهن منين.
ونعامة رفتك شو وقعة وكذابة انت وياها. خلصنا، اتركوا هاي القصص لعمتكم، هي بتفهم فيها، انتوا روحوا ارتاحوا. عين العقل تقبر لي. ايه سيدي، شفت لك وحده بتشل عروس، ما لقيت لك احلى منها، حلوه وصغيره وظريفه. منو هي؟ روحوا سووا لنا كاستين شاي، يلا شوف تحركوا. روحوا، سمعاني؟ لك تحركوا، شو بكنت بس برتوا، يلا. تحركي اختي. يلا ورجوني على كتافكم. عليها حلوه اختي؟ حلوه بس بتقول للقمر قوم لاقعد محلك لهالدرجه واكثر. بتعرف شو العرسان اللي عم يجوها؟ اكثر من العرسان اللي عم يجوا للبنات، بس هي ما عم تقبل. ودخلك اذا تقدمت لها بتقبل فيه؟ يو تبوس ايدها وشو قفا اذا انت رضيت فيها. ايه اصبح احكي لنا بهالموضوع الله يرضى عليك، احكي لنا فيه. من عيني هي قبل عيني هي تقبرني. ايه صدقيني يا ست اعتدال، قد ما حكيت لك على اخي انه ادمي وابن حلال وكريم وطيب وبيدلل المره كثير قليل. ما شاء الله، الله يخلي لك يا رب. ادعي لي، ادعي لي الله يفرحني فيه يا رب. ليش بدكم تجوزوا؟ يو معلوم بدي جوزه؟ حرام، لساته صغير ويضل ارمل هيك، حرام. اي والله مزبوط حكيك. مشان هيك انا حابه تكوني مرت اخي يا اعتدال. والله بصراحة يا ست شكرية، يعني أنا مالي مفكرة بالجواز بعد ما توفى المرحوم جوزي. ليش بقى؟ شو عدا ما بدا؟ يعني شو ناقصك لحتى ما تتجوزي؟ لك أنت بتعرفي حكي الناس، والله ما بترحم. لك شو دخل حكي الناس؟ العين تطرقه، العالم إذا أنت متضايقة وزعلانة ما حدا بيشوفك ولا بيفكر فيكي، أنت لا عم تسرقي ولا عم تقتلي ولا تأخذيني، كله بالشرع. مزبوط، بس يعني ما في لا بس ولا هم يحزنون، خلص. أنا بدنا ياكي لحنا على سنة الله ورسوله. شو قلتي؟ أنا بتشرف أني ناسبكم يا ست شكرية. فهمت أنه عمتكم بدها تجوز أبوكم وأنتوا ما بدكم يعي يتجوز. إيه بس يلي ما فهمتوا لهلأ، شو بدكم مني؟ أيوة بدنا ياكي تحلي لنا المشكلة. ولأنك رفيقتنا ما حدا بيقدر يساعدنا غيرك. ماشي بساعدكم، بس شلون؟ أيوة بدنا ياكي تدبري لنا قصة، يعني ضرة لاعتدال وبنفس الوقت نحن ما لنا علاقة فيها. مثل شو؟ هلأ منقلك، بس أهم شيء إنه اليوم بدها تكون منتهية السيرة. أجرتك محفوظة. هلأ قلولي شو بدنا نعمل بعدين نحكي بهالتفاصيل. إيه أخي، العروس ردت تتجوزك. أنا أختي؟ أي والله طاير عقلك كمان. ومن هي سعيد الحظ عمتي؟ اعتدال، ويا ويلكم يا سواد ليلكم إذا كان بتعملوا فيها مثل ما عملتوا باللي قبلها. بالعكس يا عمتي، نحن كتير كتير منحبها لاعتدال، كتير كتير منحبها ومنزعل عليها. أختي شنو ما تجوزها وما كان إلهم شهرين متجوزين. ويا حرام صاروا يقولوا عنا وشها نحس. تنقال قواله وتنخفى أحواله اللي حكى عليها. لا صدق أخي، المخلوقة وشها بياخد العقل. لا يا واطي. مينو هاد أخي؟ والله ما بعرف، تروح شوف. الله يستر. ولك فكري طاولة اطلع لهاش قطك هون. لك اطلع ورجيني مراجلك يا واطي، اطلع. اسمعوا لا، هنن كلمتين بتحطهم بأذنيك مني. إذا ما بتبعد عن حبيبتي رح أقتلك بدون ما يرف لك رمش. عم تسمع؟ لك مين حبيبتك ومين أنتك يا أخي؟ ولك حبيبتي اعتدال اللي بعد أختك من شان تخطب لك ياها. بس هي وافقت. وافقت من كتر ما أختك عم تسن عليها، بس هي لا بدها ياك ولا لطايقتها. استحي على حالك، لك بعد هالكبرة كلياتها بدك تخطب بنت قد بناتك؟ صحيح مثل ما بيقولوا، بعد الكبرة جبي حمرة. اسمع هالكلمتين منيح ورجع حطهم بأذنيك. إذا ما بتبعد عن حبيبتي اعتدال رح تشوف شي ما بيعجبك بالمرة. فهمت شو عم قلك؟ فهم منيحة. لك أنت قليلة شرف وواطية ولك اعتدال؟
هيك عم تحكي معي؟ انا شو عملت لك؟ لك شو عم تحكي معك؟ وحده بتبعت عشيقها ليتهجم على اخي بده يجي بده يقتله، ما بيحكى مع غير هيك. والله ما عم بفهم عليكي، شو هذا الحكي؟ والله شو؟ لا مشان الله لا تلعبي لي دور المظلومة والحبابة والمسكينة، هذا الدور ما عاد يمشي منوب. والله العظيم والله 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 لو ما منخاف نحن من الله، كنا حكينا عليكي شو عاملة أنت بالحارة كلها، وكانت كل أهل الحارة فضحتك، بتعرفي الحارة شلون بيحكوا. شو هالحكي اللي عم بسمعه؟ أخي والله ما بعرف. شو هذا عم يسمعه ليه؟ والله ما بعرف ماني فهمانه شيء. لا تتدخلي بالموضوع منوبة، الله لا يعرضك بحكمي. والله ما بدي احسب الله ما خلقك. تعالي يا طول بالك لولا لطف الله كانت البنت ماتت. الله يصلحك يا اختي، الله يصلحك، ما كان في لزوم تروحي لعنده وتبهدليها. أخي والله ما قدرت أسكت، ما قدرت أمسك حالي على اللي عملته فينا. إيه كان فيك تروحي تقولي أنت من عندك نحن من عنا واستري ما شفته منا. هلأ هذا اللي صار، ما عاد فينا نغير شيء. منو هذا هلأ كمان؟ لو نشوف. أنا ماني جاي أتفضل، أنا جاي بدي أعرف مين هذا الشاب اللي إجا هددك. ما عرفته والله يا سعيد. طيب ما عرفته مين هو؟ ما عرفت مين أهله؟ ما عرفت شو اسمه، ما عرفته، أول مرة بشوفه بالحارة. ماشي أنا رح أعرفه. مصيبة مصيبة وحلت على رأسنا يا بنات. شو فيه لك حميدة؟ نزيري اللي جبت لكم اياه مشان يعمل حاله عشيقة الاعتدال. شو بو؟ عرف من كل القصة. وشو؟ بده مصاري أكتر. لك أنت شو عم تحكي؟ وإذا ما بعطيه رح يخبر سعيد وعمي فكري بكل شي طلبناه منه. طيب قديش بده؟ بده 3 ذهبات. يا لطيف 3 ذهبات. هاتي أشوف. شو ها؟ سوارتين؟ سوارتين وطوبة؟ هي ما قدرت أخذ منهم إلا هالسوارتين وهالطوق. لك شلون ما قدرتي؟ لازم تجيبي منهم 3 ليرات ذهب. ما قدرت. طب هي يعني هدول اللي أعطوني إياهم؟ هدول اللي أعطوك إياهم؟ لك منيح منا، لسه لحنا اللي قاعدين لسه عم نستنى لحتى نجيب 3 ذهبات. اسمعي منيح، إذا ما اشتغلنا الشغل اللي عمل لك عليه وتساعديني فيه، أنا مالها أحسن أخبيك. لا لا أيوه، رح ساعدك ورح خليهم يسرقوا من أبوهم. يا إبري عليكي، لك إن شاء الله بتقبري قلبي. هي البنت اللي بحبها وبموت عليها والذكية واللي بتفهم علي عالطاير، معناتها هلا بتحملي حالك وبتروحي فورا، بتعملي مثل ما قلت لك، بدك تحاولي تجيبي الذهبات بسرعة. يلا بسرعة تقبري قلبي وأحلاك. الله يقطعون عمرك ما أغلظك. لأن النعمة بس لح تجيبي الذهبات كمان. أخي أنا جاي خبرك خبرية حلوة كتير. شو هي؟ بناتك التنتين إجاهن عرسان. وشو عرسان؟ غير شكل. واحدة إجاها ابن البغجاتي والتانية إجاها ابن الفواخيري، وناطرين خبر منها. إيه كتير منيح والله، أجوا بوقتهم. شو أخي؟ شايفتك مو على بعضك. شوفي أختي، أنا القصة كلياتها عرفتها، وهذا الشخص اللي بهدلنا وشرشحنا كمان عرفته ولفلفت القصة، وكل واحد راح بحال سبيله. ايه طب مين هو؟ هلا راح بحال سبيله، ما لا احكي لك شيء، تركيني بحالي. ايوه شوف اخي سعيد، قبل ما افوت بالموضوع اللي انا جاي من شانه، انا حابب اقول لك انا بكن لك كل احترام ومودة ونعمة ترباية. والله الله يخلينا اياك ويجبر بخاطرك. انا طالب ايد المستورة اختك على سنة الله ورسوله. نحن ما بدنا حدا يشفق علينا، لأنه الجواز ما بيجي بالشفقة. لا يا أخي سعيد، لا، هي ما حبيتها منك، هي مو شفقة عليك ولا على أختك. أنا بالأصل كنت جاي أخطبها، بس اللي صار كبير كبير. انسى 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 كل شيء صار بالمرة. شلون بدك يعني انسى؟ شلون اللي صار؟ كل الحكي هاد ما صدقته أنا، وأنا لقيت له حل وحليته. أنا بعرف شو تربايتكم. أنت بتعرف شو تربايتنا، بس الناس ما بتفهم. لا، اللي بيفتح تمه بكلمة واحدة بصله لسانه.
بقى شو قلت؟ رح تعطيني اختك؟ والله اخي نذير، انت بتعرف انه انا بشرفني اني ناسبك، بس يعني الاصول انه اخذ راي اختي. ايه اكيد اكيد، تفضل تفضل. عن اذنك تكه. بشير، نحن اعطيناك اذا الله اعطاك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. لكن انا هلا رايح اجيب الشيخ والشهود عشان نكتب الكتاب هلا. توكل على الله. يا الله بالاذن. الله معك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا والله يا مو، من وقت ما فكيتيه من رقبتك ما شفته. يا الله وين راح؟ معلش ارجعي دوري عليه مطرح ما ضبيتي. نكت الأوضة نكت وما كنت لاقي شيء أبدا. ارجعي دوري عليه يا مو، إلا ما تلاقي وين بده يروح يعني؟ أكيد انسرق. سدي حلقك ولا جميلة، أنا مالي حرامية. ومين قال إنك حرامية عمتي؟ البنت ما بتقصدك أنت يا صالحة. لكن مين بتقصد وما في غيري وغيركم بالبيت؟ قصدي عن النسوان اللي إجوا يعزوا. النسوان يلي اجوا يعزوا قرايبيني وزبايني وكلهم من عوائل محترمه وشبعانين ومستحيل يمدوا ايدهم. معناتها خلينا نسال النسوان اللي فاتوا على اوضتك مشان يصلوا. ولك انت بدك تبهدليني وليه؟ لك انا اتبهدل قدام بيت حمائي لما يسالوني وين الطوق اللي لبسناك اياه؟ بتستاهلي البهدله لانك ضيعتي الطوق يا هامله. ولك شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ راشد خدي بنتك واطلعي لبرا. عم تقلعينا من بيتك يا صالحة؟ ايه عم قلعكم، ويا ريت ما بقى تورجوني خلقتكم بنوب. يلا لبرا. يلا بالناقص منك وبين بيتك، روحي جيبي ملايتك من جوا يا مو. وبالناقص شوفي شو اللي صاير. بنتك ضيعت طوقها الذهب يلي لبسوها يا بيت حماها. ايوه، وين ضيعته؟ ضيعته ببيت اختك. طيب دورتوا منيح عليه؟ دورنا عليه منيح، واختك زعلت منا وقلعتنا من بيتها كمان. ليش قلعتكم؟ لانه صالحة فكرت انه جميلة عم تتهمها بالسرقة. شو هالحكيات؟ شو هالحكيات؟ اي والله يا رجال هذا اللي صار، وهلا مالنا عرفانين شو بدنا نساوي. ما رح نساوي شيء، بيعوض الله. يو شو هالحكي؟ وشو بدنا نقول قدام بيت حماها؟ بنقول لهم اللي صار، شو بدنا نقول يعني؟ ما رح يصدقونا، لأنه هنن رح يفكروا إنه نحن عم نعمل هالتمثيلية مشان نسرق الطوق ومشان يجيبوا طوق جديد لبنتنا. أخوكي. السلام عليكم. إذا جاية مشان مرتك وبنتك فأنا ما رح أرضى. لك مرتي وبنتي ما عملوا لك شيء. شلون ما عملوا لي شيء؟ اتهموني بالسرقة. ما اتهموكي لك أختي، ما اتهموكي، سألوكي سؤال. ليك شكلك واقف في صفون، ليش جيت لك؟ فاي تدور على الطوق. ما كان في لزوم تروح لعندها. قلت لك دورنا عليه وما لقيناه. ما قلت لحالي بدور بركي بلاقيه ونخلص من هالمصيبه. إيه ما رح تلاقي لانه اكيد انسرق. وما فينا نروح على الكراكون نشتكي مشان ما ننفضح. وشو الحل هلا؟ بدنا نشتري لها طوق اتقل من اللي انسرق. يلا إيه بتعرفي انه ما معي مصاري. بعرف، مشان هيك طالعت الاسواره يلي ورثتها من امي الله يرحمها، وبدي بيعها مشان اشتري لبنتي طوق عواد اللي انسرق. ماشي ماشي، فوتي جيبي الاسواره. يلا يا مو روحي تغطي مشان ننزل على السوق. حاضر يا مو.
الله كنا ببيت ام سالم، اشتهيناكم تكونوا هنيك. يلا ما صار شيء، ان شاء الله غير مره نروح معكم. يا ميت اهلا وسهلا بعروستنا الحلوه. تفضلي مرت عمو. تفضلي يا عمو. يسلموا هالايدين. شو هاد جميلة؟ خير مرت عمو؟ وين الطوق اللي لبسناك اياه؟ الحقيقة يا ام فايز، نحن بدلنا لها الطوق اللي لبستوها اياه. بدلتوه؟ ايه نعم، حطينا فوقه وجبنا لها. قصدك تقولي الطوق اللي جبت لكم اياه خفيف، والطوق اللي انتو جبتوه حطيتوا فوقه مصاري صار تقيل؟ لا مو هيك القصة. لا ام بلا، انت قصدك انت وبنتك تهينوني، انا بورجيكم. استني استني لاشرح لك شو القصه. القصه مشروحه وخالصه. لك يا ام فايز الله يرضى عليكي، طولي بالك شوي، فهمي علي، خليني اقول لك شو اللي صار معنا. عمي امك معها حق، ونحن غلطنا وقت اللي بدلنا الطوق بدون علمكم، بس كنا مستعجلين. عمي أنا ماني زعلان منكم وماني مأخذكم، بس الوالدة بتحب العادات والأصول. خلص بالمعنى عمي، بالمعنى راح أصبر عليها لتروق وبعدين راح حل القصة بمعرفتي. السلام عليكم. الله معك عمي. هوني أهلين ام فايز، تفضلي. لا أهلين ولا زهلين، أنا كثير زعلانة منك. ليش بقى؟ لأنه اللي عملتيه لو عملتيه مع وحدة غيري كانت إجت بهدلتك وزتت لك الكيس بوشك. إيه ما عاد بدي فصل لبنت أخي. إيه معناتها بتروحي لعندن بتزتي لهم الكيس مو بتجيبيه لعندي. تفضلي خذي. هاتي. شو هاد؟ شو في؟ أرجيني لشو؟ أرجيني، افتحي إيدك. افتحي ايدك لشوف. منين جبتي هذا الطوق؟ هذا الطوق لبنتي الله يرحمها. لا هذا الطوق انا اشتريته بايدي ومعلمته. عم اقول لك هذا الطوق لبنتي. بدك تقليلي كيف هذا الطوق وصل لعندك؟ هن قالوا لي باعوه واشتروا غيره. ولك احكي. هي أنا خبيت الطوق لأنه ما بدي جوازتك تكمل وما بدي إياكي تنبسطي. أنت كان عرسك قبل عرسك وماتت وهلا مدفونة تحت التراب، وما عم يجي من قلبي إنه أنتوا كلكم تفرحوا بنتي ميتة. عم تفهموا؟